ما زلنا مع حضراتكم، وهذه التغطية الخاصة للزيارة الرسمية للعاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة. ومعنا عبر الهاتف السيد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أهلا بك سيد طارق. يعني لو كيف ترى وتثمن العلاقات المختلفة بين مصر والبحرين؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. أتصور أن هذه العلاقات المصرية البحرينية يعني علاقات قوية، علاقات شديدة المتانة، هي هذه العروة الوثقة التي تربط ما بين القاهرة والمنامة. وأتصور أن ذلك ظهر جليا بعد قيام دولة يوليو 2013، فكانت هذه الرابطة القوية، وكان ذلك التلاحم الاستراتيجي والأرضية السياسية الواحدة، والرغبة في تمتين كل العلاقات بشكل شامل ومتكامل استراتيجي في مختلف القطاعات والمجالات. تصور أن مصر الدولة القوية، هذه الجمهورية الجديدة، تلك الدولة المتماسكة البنيان، صلبة المؤسسات، يعني صاحبة الثقل الحضاري والإرث السياسي والدبلوماسي العريق والتليد، وصاحبة الرؤية الثاقبة، هي دائما كانت يعني سباقة في نسج مثل هكذا علاقات استراتيجية. وكانت البداية مع المنامة، مع المملكة البحرين والسعودية والإمارات، وهذه الدول التي يعني أثبتت أنها تقف على نفس الأرضية التي تقف عليها الدولة المصرية. ومن ثم كانت بعد ذلك يعني تباعا هذه العلاقات شديدة الاتساع مع كافة الدول، يعني إقليميا وعالميا أو دوليا. نعم، يعني سيد طارق، أيضا هناك يعني ملفات عدة سوف يتم طرحها، وبالأخص ملف يعني فلسطين. كيف سيدعم هذا من موقف فلسطين أو موقف العربي الرافض لما يحدث في قطاع غزة؟ يعني بالفعل يعني هذه رؤية مشتركة، وهنا يعني تلاقي الزعامات على هذه الأرضية وهذه الرؤية تجاه ضرورة وقف هذه المذابح وهذه الحرب، حرب الإبادة ضد المدنيين العزل أهالينا في غزة، وأيضا فكرة ضرورة أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وفقا لهذه المرجعيات الدولية. أتصور أن الدولة المصرية كانت لها هذه الرؤية الاستباقية السباقة. نعم. مصر دائما تسير عبر رؤاها من خلال مؤسساتها الوطنية، تسير ويتبعها العالم ويتجه إليها الكل. مصر أتصور صحيح. أنها تثبت يوما بعد آخر أنها البوصلة التي تحدد اتجاه النجاة وطريق المستقبل وطريق التنمية وطريق الحياة، وأنه لا استقرار لهذه المنطقة ولا حل لهذا النزاع المزمن إلا بتحقيق التسوية، لا التصفية وإنما التسوية على أسس المرجعية الدولية التي دائما ما تتمسك أو تتشبث بها الدولة المصرية. نعم، وإذا تحدثنا عن العلاقات السياسية فهي تاريخية أيضا. يعني ذكرت أن مصر يعني كانت من ضمن المرحبين باستقلال البحرين عام 1971، وبالفعل أيضا كانت البحرين يعني من ضمن المؤيدين والمباركين لثورة 30 من يونيو. كيف لهذه المواقف المختلفة من توطيد العلاقات بين مصر والبحرين؟ بالفعل يعني هذا التاريخ والمحطات العديدة بتؤكد هذه الصلة الاستراتيجية التاريخية الحضارية، وهذه الوشائج، وشائج القربة والصلة والتلاقي الروحي والثقافي والسياسي. وأيضا يعني مصر دائما كانت هي الأم الرؤوم التي لها الرؤية الثاقبة في كل المحطات وفي كل هذه يعني كل هذه الأحداث أو التواريخ أو المحطات التاريخية. مصر دائما يعني اعترفت باستقلال هذه الدول العربية. مصر شاركت عن طريق يعني بعثاتها سياسيا، دبلوماسيا، تعليميا، صحيح، ثقافيا، فنيا. مصر أيضا حتى من الجانب القانوني والجانب الدستوري، يعني كان الفقيه العلامة الدستوري الكبير العلامة الأستاذ الدكتور
عبد الرزاق السنهوري، وهو الذي يعني وضع هذه يعني دساتير معظم البلاد العربية والدول الخليجية، سواء كانت نظم ملكية أو جمهورية. فكان دائما يضع الشرطة الأساسية أو المشارطة الأساسية أو كما يسمى القانون الأساسي في معظم هذه الدول. فأتصور أن يعني هذه العلائق وهذه الوشائج القانونية والدستورية والبعثات التعليمية والعلاقات الثقافية والفنية والاقتصادية، كل هذا يعني محطات تاريخية يعني من شأنها أن توثق مزيدا من الوشائج والقوة والمتانة التي تربط ما بين الدولة المصرية الشقيقة الكبرى أو الأم الرؤوم صاحبة يعني ذلك الإشعاع الحضاري والثقافي والتنويري والرؤية الثاقبة والنصائح دائما المخلصة. مصر دائما أثبتت في كل المحطات وفي كل المحافل أنها مخلصة، وأنه تتمنى الخير وتتمنى في تصوراتها وفي مساراتها وفي توجهاتها وفي مبادراتها، تتمنى دائما الخير وأن تبادل المنافع والاستقرار والتنمية، ويتبدى دائما يعني الصدق في خطابها الدبلوماسي وخطابها السياسي في تاريخها، وخاصة ظهر ذلك جليا في دولة يوليو 2013 أن الخطاب يقوم على تمتين هذه العرى السياسية والاقتصادية والثقافية ما بين مصر وما بين أخواتها العربيات، وأيضا يعني فيما يتعلق بضرورة حتى يكون هناك ذلك الاستقرار والتنمية. نعم. لابد من هذه الأرضية المشتركة ما بين مصر. نعم، جزيل الشكر لك. نتابع مع حضراتكم وما دلنا في هذه التغطية الحية لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين.